ويومك انت غادي تعطف. حق الله يتا فين وصلت واحد المنطقه محظوره. ويلكم ويلكم واد الجنه واد واد القناه ويلكم مراكو جو جو جو. السلام عليكم ومرحبا بكم في جديد. اليوم عندي واحد الراجل ان شاء الله من منطقه الواد القناه حتى من انسكان محطه انسكان. بالنسبه للكار هو بليليس صافي طلع التيفون كاين ديال ثلاثه الاشياء وكاين واحد اخر ديال 12 ليكم الكار كاين ديال الزربوط وكاين ديال 10 الليل. دابا ركبت انا في ديال ثلاثه العشيه قال غدا يكون مع الصباح تما كاين حنا في يد الله تيتوان. من تيتوان ان شاء الله هذيك الساعه نشد ترونسبور اخرين باش ان شاء الله نكون في واد القنار في العشيه. بالنسبه للثمن 270 درهم على حساب الموسم الى موسم شحال داير. دابا حنا في 2024 هذا مورا العيد الكبير باسبوع. هذا هو الثمن اللي قال لينا وان شاء الله غادي نطالبوا ونكملوا معكم. السلام عليكم. هذا الفيديو اللي درت من تطوان لهنا كله غادي نضربو في الزيرو حيت هاد الطراجي اللي هولت عليه زيرو على زيرو. مغاديش نخدم به الطراجي الصحيح هو من تطوان بني حمد بستين درهم الطاكسي كيجيبك كتلقى في الترونزيت خمسة وعشرين درهم كيحطك هنا واد القنار ديريكت. التراجي اللي درت انا زيرو على زيرو. هانتوما شوف تبارك الله هادي زينه. واخيرا صيبت البلاصه ديالي من بعدنا كنا حدا هادوك الترونزيتات من بلاصين كنا نزلتنا الترونزيت صافي ضربت الطريق جيت عند هاد السيد محمد وبلو داك لاكونت ديالي هنا بديت المسائل ديالي. بالنسبة للاكونت قالك 20 درهم إلا جحتي مع شوية غادي يحسب لك 15 درهم. المهم هانتوما هذا هو واد القنار. واد القنار يا واد القنار هانتوما باقي من الفوق ثاني. اليوم غادي نرتاح ما غادي نتحرك ما ندير حتى حاجة حتى الغدا ان شاء الله عاد غادي ندخل نضرب شي تصويرات لداخل وفيديوهات ونشوفو هاد الخير فين واصل ان شاء الله. جيت دابا راسي دارني غادي نعمر واحد كاس اتاي ونجلس نرتاح مع راسي ان شاء الله. واحد التحية لمول طقوس عطاني مسكينة طبية وعطاني طبية أخرى مصطفى مصطفى التيكيوين كنقول أنا مصطفى التيكيوين الله يعطيك الصحة خويا وفرتي علينا بهاد الطبية طبية لداخل واحد هاي دورة تا هي. عطاني هاد الريش وخلاه ليا. المهم ضربنا الطريق تكرفست كنت غنرجع عليا
طلع ليا الزعاف واحد الساعه كان غادي يرجع لا بان ليا الترونسبور ما كاينش ما كاين والو اش هذا الشيء كنقول باني على حالتي اجابني هنا انا وليت كنرجع ثاني شي سنين حتى خايبه بحال بنادم كيفقد الامل في شي حاجه ولكن والو المشكله بالتفوت ديالي انا ديت على واحد الطراجي ما ننصحكمش به والله ما ننصحكم كاع به واحد الطراجي الطراجي الحقيقي ديال بصح تطوان تاكسي بني حمد صافي يقول لي بلاصي ليا الدخله ديال واد القنار من الدخله ديال واد القنار لكن الترونزيت كتجيب واحد حطك هنا صافي مثل الا غضرب 4 كيلومتر على رجليك مع 10 كيلومتر من خميس الوطا ولا خميس كاين طريق ديريكت هنا هانتوما في واد القنار السلام عليكم هادشي اللي كاين لا مهم معليش كلشي زين الدنيا زوينه كما كتشوفوا انا وسط واد القنار يا سلام الدنيا زينه الدراري فين داري لا كونت شق شق طلع هكا الطنبار واحد تعرف واحد الاحساس بوريشه واحد الله يتك بوريشه بوريشة 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 عباد الله جنة فوق الأرض عرفتي إلا ما جلتيش بلاد عسير تموت إلا ما زرتيش بلاد وما جلتيش المغرب غير شوف أش دير الحياة نسى عليا الفلوس نسى عليا مال الدنيا عيش ليا الحياة واد القمر جاتنا واحد شفتاون ما عليك غير تاخذ من تطوان الطاكسي كيدير 60 درهم غتقول لي حطني بني حمد من بين بني حمد كاين ترونزيت كيهزك كيحطك واد القمر جي طونتي هنا ديال اي حاجه لي طونت موجود ديال القص موجود كل شيء موجود الدنيا احسن ما كاين في الكون صباح الخير عليكم هذا اليوم الثاني من الخرجه ديالي في واد القنار اليوم الصباح بكري نط غسلت عينيا مبوق هنا ودي التبويقة ديال البارح وفتحت كا وسهرت مع شي دراري هنا ولا تطوان الله يبارك فيهم تعشينا معاهم واخا ما قعدتش على العشاء طيب شي روس كليتو شوية تاني عرضو عليا كليت معاهم وعمرو اتاي رونا وصافي ربجناها تاني في الكرش صافي ولكن الحمد لله ناس كاو كان دارني راسي شربت واحد لتر وانا نطيح كاو حتى فقت الصباح الجو داير الحلقة يكون النهار كله داير الحلقة نتوما مضبوب شويه بحالي مضبوب المهم الشميشه محال تبان هنا النهار كله فطور شوف احنا في المهارة الأولى العين الأولى اللي خارج منها الماء هي هذه وباقي ثاني شلال فوقاني كاين شوف واك واك عرفتي فين جيت أنا عرفتي وصلت لواحد المنطقة اللي محظورة برك طالعين تابعين سمعنا شي هضرة ديال شي وحدين قال لك شلال ما شلال عرفت انا الشلال وطلعنا ووصلنا لهاد المان ولا واد هاد المان ولا ابو المان ولا شويه وما كنت غادي نستعطف حق الله تعرفي فين وصلت واحد المنطقه محظوره كيزرعوا فيها الكيف هاد واد هاد المان هاد المان كيف قال لي هو قال لي عرفتي فين وصلتي لقيتو هذا شافني من بعيد عينه عينا يا عباد الله تخسيخة ضربنا الطريق تابعين عباد الله والشلال ما الشلال قالك الشلال إلا بغيتي الشلال نهار ديال الطريق وما عرفت دابا ما قلبت ما سولت أنا قبل ما
اليوم الثالث يوم الجمعة قررنا ثاني نجيو غير هذه البلاصة قريبا نعومو فيها وهنا شوية الفوق عاد نرجعو باش نتغدا. البارح كنا طلعنا الفوق العنصر ديال الماء من الخارج وزدنا الفوق وعرفنا حنا عظامنا تشخشخو ركابي دقدقو واليوم افطرنا في الصباح وجينا باش نعومو في هاد الجمالية ديال هاد المياه وبلا فلتر. ها يصحاب شو واحد دير الفلتر هو دير بيو العود صوت بلا يدين. يا إلهي السلام عليكم. اليوم الوداع، اليوم يوم الوداع. قال لكم الدراري يوم الوداع. المهم اليوم السبت دوزنا لعب عرف ميس الجمعة والسبت اليوم صافي الصباح فطرنا جمعنا الماتريال ديالنا غادي نمشيو غادي ان شاء الله غادي نمشي نترافق معاهم غادي للجبهه ياك الجبهه غادي ان شاء الله للجبهه عندهم واحد الطريق فورتور غادي للجبهه قلت نمشي معاهم ندوز تما الليله تما فين باش نطلع ان شاء الله الروت بيروت اكادير صافي هكا صح ايوا نشوفكم في الجبهه.